مرحبا بالسي عبد الكريم، تنشكرك بعد على الزياره ديالك، يعني راك مواظب عليها العام فايت، كانت ليها يعني بصمه مورا فاجيتي الحمد لله، يعني بحكم يعني الناس المتتبعين ديالك يعني تروجات الامور الحمد لله. كاين الناس ما تيعرفوهاش، فهمتي الناس فاش كيشوف يعني واحد الانسان كيتبعو تيتيقو فيه راه كيزيدو يعطيهم تيتيقو باش غنوا يزوروا المنطقه علاش مشاو، كتعطيهم انت واحد يعني واحد تعطيهم واحد 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 النظره على واحد البلاصه، وكتعطيهم معلومات تيتيقوا فيك بان راه كاين وتيزوروها. وتنشكرك بزاف بزاف يعني نيابه على ارباب جمعيه ديال ارباب المقاهي بتامده كاملين، كنشكرك بزاف. وبالنسبه لتامده كما تشوف الاخ عبد الكريم، الحمد لله يعني راه الابواب ديالها مفتوحه، القهاوي الحمد لله راهم خدامين، الاخوان كلهم راهم خدامين، والزوار راهم الحمد لله راهم فرحانين، راه يعني هذا الخيرات تبارك الله يعني تامده يعني راس المال ديالها الاول والاخر هو هذا الماده، الحمد لله ونشكروا عليه، والله يدوم علينا ان شاء الله نعمه. وهذا الماده هو اللي يعني اللي عاطينا يعني هذا الاشعاع هذا المنطقه هذه كامله. وبالنسبه للقهاوي راه الخدامين على يعني على طول النهار الحمد لله، وتي كل قهوه باش كتنتج كما كنقولوا، يعني كلشي كاين، يعني كلشي كاين الحمد لله، كاينين الماكولات الخفيفه، كاين مشروبات، كاين يعني طواجن، كاين الشوايات، كاين يعني كلشي كاين. وعاوتاني باش كيمتاز عاوتاني منتزع حتى الناس زعما اللي كيجيو ممكن الانسان يعني يجيب الحاجه ديالو ويطيبوها للاخوان كاع في يعني في السمده كامله، ماشي غير عندي انا ولا عند هذا ولا عند هذا، يعني هادشي باش يمتاز المنتزه. كاين شي تغيير في الاثمنه ديال الماكله من بعد من العام اللي فات تصور؟ ما كاين شي تغيير، ما كاين شي تغيير بالنسبه للاثمنه، ما كاين شي تغيير، غير بالنسبه للحم هو اللي فيه تغيير، راك شفتو راه تزاد، راه ضروري تزاد الثمن في الطاجين، يعني على حسب الكونتيتي ديال اللحم اللي لحتي فيه، يعني مثلا طاجين كنت تبيعو مثلا 100 درهم وانت دابا شاري في كيلو ديال اللحم مثلا تشري ب 60 ديك الوقيته ولا 70 ولا 80 ولا 2400 مثلا ولا 2200، ما كاين يعني البري كيتحكم، يعني الاثمنه ديال الماكولات كيتحكموا فيهم السوق، حنا ديك لا مارج ديالنا هي اللي كاينه، لا مارج ديالنا راه محافظين عليها، وربما كاع تنقصوا واخا تنعلقوا يعني دوك اللوائح، راه كاع الدري تتلقى معلق لائحه، فاش كيجي عند واحد الكليان راه كي راه ضروري تيكون شويه ديال التخفيض. الاغلبيه منين تيجيو الناس الزوار ديال التامده؟ دابا انتم راه كتشوفوا المناطق بالنسبه ديال الهضره منين؟ بالنسبه للزوار كاينين جوج ديال الانواع، الزوار كاينين يعني المناطق اللي قرابين شويه بحال القيبان صالح الخريب كاع يعني بني ملا خنيفره مرير هادو اللي قرابين شويه كيجيو، وكاين اللي تيجيو من المحمديه تيجي من القنيطره تيجي من كازا، كاين اللي تيعشقها تيشوف يعني تيتفرج كما قلت لك دوك الناس اللي متبعينك تيعجبو انه يجي يكتشفها، كيجيو ولو تيكونوا تا هما. وكاين عاوتاني واحد النوع اخر، النوع اخر هو تيكون غير باساج دايز، ما كانوش عارفين واش كاينه تامده، حيت هي كاينه في السونتر ما تيكونوش عارفين، تيولي اش كيدير، يقدر الا كان داز الصباح يقدر يفطر هنا في تامده ويدوز، دايز الغدا يقدر يتغدى ويدوز، يعني غير دايز بحال هكا مغدي مثلا في الفيني ولا مغدي في كانتيرا عندنا في الزاويه ولا مغدي في يعني في خنيفره ولا تامده. واحد شويه الظل والماء وراك عارف هذه الحاجه. دابا هنا كاين واحد الامتياز كبير، عوض ما تغدى مثلا تبقى ماشي يعني كل حاجه عندها امتياز ديالها، غير هنا لافونتاج اللي عندنا الحمد لله، يعني بنادم دايز تقدر تجي دير بوز واحد نص ساعه وتغدى وتسرح مع راسك وتسرح رجلاتك في الفراش وترتاح وتعاود تشد الطريق ديالك. بحال راك جلستي في شي دار ارتاحيتي وتشوف الماء وتشوف الخضوره وتشوف بزاف ديال الحوايج، راك دايز في الطريق. واش نقول للناس اللي بغاو يجيو ليها؟ اللي بغاو يجيو ليها مرحبا بهم، تامده راه تتفرج. اللي كيشوفوا الفيديو اول مره نعم حاول تعطينا حتى النعت ديالها وشحال بعيده. نعم، بالنسبه لتامده هي كاينه في السونتر ديال المدينه، يعني على الطريق الرئيسيه، غير اون فوا كتحط بلاصه الطوموبيل ديالك الا بلاصتيها في الطريق الرئيسيه، الخطوه الاولى راك في المنتزه ديال تامده 5 متر وغير تقطع التروطوار انت في المنتزه ديال تامده، حيت المنتزه ديال تامده كاين في السونتر ديال الزاويه، جاب الله وقفتي في المحطه يعني غتجي واحد تقريبا واحد 500 متر ولا 300 متر على رجليك من المحطه، من المحطه ديال الطاكسيات، جيتي من الكيران شي كيلومتر لا ما كملش 800 متر تقريبا. دابا كاين الناس اللي كيتواصلوا معاك في التليفون مثلا الا بغاو طاجين ولا بغاو بلاصه مثلا؟ اه كيتواصلوا، كاين الناس كيتواصلوا. شي نمره الى عندك؟ 06 97 46 91 40. الاسم ديال المقهى؟ مقهى القرقعة. نعم. قربنا شوية من تامدة، قول لنا أشنو اللي تزاد 2024 ما بين الفرق ما بين 2023 اللي كنا صورنا وما بين هذا العام؟ هو الصراحة ما كاينش فرق، ما كاينش فرق الصراحة، والمستوى ديال العين بقى هو هو، يعني هذا الخير هذا الحمد لله دوموا عنا الله، اللهم لك الحمد. الثمن مثلا الناس تبغي تجيو
تعرف الثمن ديال المأكولات، طاجين، أتاي، مسمن. الأثمنة واضحة وباينة مزيان، بنادم يسول على الأثمنة قبل ما ياخذ الطاجين يكونفيرمي مع السيد ويقول له الثمن شحال بالضبط، فهمتيني؟ سول بنادم على لي ديطاي باش ما يزيدش عليه شي حد شي حاجة. تقريبا من عش بادين الطواجن؟ الطواجن راه كاين الصغار، كاين ديال الدجاج قام 700، كاين ديال المعزي مثلا كيوصل حتى ل 50 درهم صغير مازي، وكاين المويان 70 درهم 80 درهم. هكا في المغرب كامل واشي اثمنه واضحه، الكبار كاين نص كيلو حتى هو يتقام 100 درهم ديال المعزي مثلا. بالنسبه للاتاي اتاي اتاي راه واضحه الامور، اتاي في المغرب كامل باين الثمن ديالو. المسمن مسمنه كبيره ب 5 دراهم، بالنسبه للبراد الشيزه من 10 دراهم، مويان 15 درهم، الكبير كاين 20 درهم، كاين العائلي 25 درهم كبير اتاي. والاثمنه راه كاينين في لائحه الاسعار، بنادم اي قهوه دخل لها يشوف لائحه الاسعار ويراقب الاسعار ديالو في الطريق الوطني رقم 8 الرابطه بين خنيفره بني ملال، معروفه الطريق الوطني رقم 8 راه كدوز على هاد سميتو القنطره ديال المنبع، المنبع دايزه فوق شحال بعيده مثلا لبني ملال 64 كيلومتر بني ملال، وكذلك نفس الشيء خنيفره شي كدا 60 حتى هي جات بين بني ملال وخنيفره. وصل بني ملال ويطلع لزاويه الشيخ اي يدخل تادلا، هو في زاويه الشيخ من تادلا لزاويه الشيخ 35 كيلومتر من مقصب التادلة، وزاوية الشيخ المنبع وهاد العين هادي جات وسط زاوية الشيخ، يعني يكفيك غير 5 دقائق توصل للمنتزه من المحطة مثلا للمنتزه، فهمتيني يا أستاذ؟ شكرا ومرحبا. مرحبا بعدا باش يعرفوا الناس. مرحبا بجميع المغاربة، راه كلشي واضح، اللي سول ودار الاحتياطات ديالو ما يخافش، ما يخاف حتى شي حاجة. وهذا الخير هذا راه كنتشاركوه كاملين الماء هذا المغاربه كاملين، مرحبا بهم. خير تبارك الله. منتزه موفر سامح للناس يعوموا الدراري الصغار، ما كاينش زعما السلطات هذا حتى هو تيخلي الناس يزعموا شي شويه يزعموا شويه ويجيبوا وليداتهم لهنا. لا الناس ممكن هنا زعما اللي بغى يعوم يعوم، الماء زوين بارد اقبال على البلاصه اللي كنت يعوم وليدات عقداش، هذا هو المتنفس عقداش، يعني ماشي غارقه غادي يغرقوا ولا شي حاجه. لا البروده ديال الماء والماء عذب، وخلاهم خلاو الناس المهم تيشوفوا الناس وليداتهم تيعوموا حداهم، داكشي فاش كيعمر كيكون اقبال على هنا، ولادك كيعوموا حداك الساقيه غاديه طويله. وهذا مكان والسلطات موجودين، لي جوندارم كيدوروا بيرمانونس هنايا، كلشي مأمن، الناس ديال المجلس البلدي محافظين على النظافه والمراقبه ديال المنتزه، التشجير هذا المهم راه الناس دايرين الدور ديالهم، الناس خدامين باش الزوار يرتاحوا هنا ويكونوا تحنا على حسن الظن، فهمتيني؟ مرحبا بالجميع اخويا عبد الكريم، كل شيء موفر الحمد لله. الله تبارك الله عليك.
اتاي قلنا هنا ديال شحال غديري فيه 4 سير. مرحبا بالاخوان اللي بغى يجي لتامدا هنايا، هذا راه غورا العصر يعني حتى الفطور اللي بغى يجي راه تيكون عندهم حتى الفطور بالنسبه للاتاي وبالنسبه للمسمن اللي بغى يجي مرحبا به. بالنسبه للاثمنه راه كما سمعتوا البراد من يعني البراد الكبير العائلي كيدير 20 درهم 25 درهم من 10 دراهم، بالنسبه للمسمن راه 5 دراهم، وبالنسبه اللي بغى العسل ولا الزيتون ولا الزيت حتى هو راه عنده الثمن ديالو. ومرحبا هذه هي الدخله ديال تامده بالليله الاخوان، عقبنا رجعنا مشينا للدار وعقبنا ثاني رجعنا معكنا بالنهار ونشوفوا الاجواء ديال الليل. بالنسبه للاخوان صراحه واحد الجو بارد هنايا اللهم بارك. بالنسبه للالعاب ديال الدراري الصغار صراحه زوينه بالليل بزاف صراحه بالليل يا سلام. يعني صراحة بالليل واعرة 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 حتى بالليل واعرة. بالنسبة لينا شي ديال تكاشت الأطفال الصغار بالنسبه للاخوان كما شفتوا ضلينا في تامده زاويه الشيخ، والناس اللي كتسول على الدار ديال الكرا هذه هي الدار اللي كرينا اليوم، هذه هي الدار ندخلوا معكم ونوريكم كيفاش دايره. هذه الصراحه بالكليمه ديالها بكل شيء، الناس اللي بغات تجي لتامده وتفوج على الوليدات وتبرد بالماء البارد اللي كاين هنا تبارك الله، داك الشيء زوين زوينه لا بالنهار لا بالليل. هذه الاخوان راه بالكليمه ديالها كما تشوف راه عندها كليمة كبيرة. هذه الإخوان تتكرى ب 300 درهم، بالنسبة لدابا بالنسبة للصيف هي بالكليمة ديالها، وبالنسبة للبرد راه 250 درهم. نوريكم كذا، هذا كاين واحد ديال الغسيل هنايا عندها، وواحد القضية نقولوا هذه راه بالانترنيت يعني بكونيكسيون يعني بالكونيكسيون الاخوان. هذه التلفازه اللي بغى يتفرج، وهذا بيت الناس كما تشوف كاينه الكليمه تما وكاينه فرفاره بحال هذا الشكل هذا، وعلى كاين شارجم هي. وبالنسبه لدابا غادي نشوفوا الكوزينه، هذه هي الكوزينه الاخوان اللي بغى يجي طيب ولا شي حاجه مرحبا، يعني بالماعن ديالها المسائل كامله. حنا غنخليو لكم النمره ديال السيد اللي مول الدار اللي مكلف اللي تكريها. الثلاجه ديالها، وبالنسبه هذا هو دوش وتواليت، هذا دوش وتواليت الاخوان صراحه دار نقيه اللهم بارك. وفي واحد القضيه الاخوان نوريها لكم، يعني اللي عنده الناس كثار مثلا وبغى اكبر من هذه راه معاها واحد الدار ملاصقه في الجنب ديالها، يعني الا بغيت تزيدها راه كتكرى تقريبا. انا غنوريها لكم ونقول لكم حتى الثمن مثلا اللي بغى يزيد هذه الدار. هذه الدار الاخرى هي هذه، هذه عندها بابها بوحدو وهذه عندها بابها بوحدو. وبالنسبه هذه هي الدار الاخرى اللي حداها، هذه عباره عن فيها البيت بحال هذا الشكل هذا، يعني اللي بغى يزيدو مع الدار الاخرى. واللي كان عا بوحدو راه ممكن يكري لي عاده بوحدو، راه بالدوش ديالو صراحه عنده الدوش ديال الضو، بالنسبه اللي بغى يدوش بالكوزينه ديالو حتى هو بالماعن، واللي بغى يزيدو حتى مع الدار الاخرى يزيدو. هذا تيتكرى ب 150 درهم، هذا تيتكرى الاخوان 150 درهم هو هذا.
نوريكم الدوش ديالو اللي كاين حتى هو. وبالنسبه للدوش هو هذا الاخوان، اخوان مرحبا بكم في فطور في مقهى القرقعه هنايا في عين تمدا زاويه الشيخ. شكرا صراحه الناس رحبوا بنا، الله يعطيهم الصحه. يعني الخير موجود، الزيتون الحرشه العسل بالنسبه للكرواسا تيبان كل شيء موجود، واتاي بالنعناع الاخوان، وما نساوش الزيت البلديه وكذلك العصير، وبالنسبه للمسمن والخبز السخون الاخوان. هذا الاخوان الفطور الصراحه بلاصه زوينه اللهم بارك، يعني كتريح الساقيه حداك، والمنظر هذا راه الفطور وباقا الدنيا خاويه، باقي الناس هنايا الله كيجيو تيفطروا. يلا بالصحه والراحه.